طيب آخر جزئية عندنا في هذا الشابتر، وجزئية مهمة بتيجي في الامتحانات، خلي بالكم منها، الجزء بتاع الجرانيولاريتي اوف داتا ايتمز، وحاجة اسمها المالتيبل جرانيولاريتي لوكينج. يعني ايه بقى الكلام الصعب ده؟ اولا كلمة جرانيولاريتي اوف داتا ايتمز نقصد بيها ايه؟ نقصد بيها السايز بتاع الداتا ايتم، السايز بتاع الداتا ايتم. انت شوف هنا، طول كل ما انا عمال شغال دلوقتي اجي اقول لك ايه، هنعمل ريد للداتا ايتم، هنعمل رايت للداتا ايتم، هنعمل لوك للداتا ايتم. فالداتا ايتم دي يعني ايه؟ داتا ايتم دي المعلومه اللي انا بقراها من الداتابيس. طيب يا ترى الداتا ايتم ده السايز بتاعه قد ايه، حجمه قد ايه؟ فهو ده المقصود بالجرانيولاريتي، ده المقصود بالجرانيولاريتي، هو السايز بتاع الداتابيس. فهو هنا بيقول لك اهو الداتا ايتم ده ممكن يكون حاجه من الحاجات دي. ممكن اما بقول داتا ايتم اقصد بيه فيلد معين او اتريبيوت معين في الجدول. يعني مثلا انا عاوز اقرا السالري بتاعت موظف معين، فالفاليو بتاعت السالري ده ممكن تكون هي الداتا ايتم بتاعي. فعشان كده بيقول ممكن تكون فيلد اوف داتابيز ريكورد، عمود معين او قيمه حقل معين في الداتابيز ريكورد او في صف يعني. او ممكن تكون الداتا ايتم ده اقصد بيه داتابيز ريكورد كامل، انا عاوز اقرا صف كامل، عاوزك تقرا لي بيانات الموظف ده كامله، فانت هتقرا لي هنا ريكورد كامل. فممكن يكون الداتا ايتم هو ريكورد كامل. ممكن يكون ديسك بلوك. يعني ايه؟ يعني ممكن انت عاوز تقرا بلوك كامل بكل الريكوردز اللي فيه. ممكن يكون انتاير فايل، ده الفايل يعني انت عاوز تقرا تيبل كامل بقى، فايل كبير بكل الداتا اللي فيه. او ممكن يكون العملية اكبر بكتير من كده، ان انت عاوز تقرأ الداتا بيس كلها، عندك تقرير معين او عندك عملية معينة عاوز تعملها على الداتا بيس كاملة. ففي الحالة دي الداتا ايتم بالنسبة لك هو الداتا بيس كلها. فهو ده المقصود بالجرانيولاريتي، السايز اوف الداتا ايتم. طيب عندنا طبعا معلومة بديهية لكن احب اكد عليها، ان كل ما يكون السايز بتاع الداتا ايتم كبير وانت بتيجي تعمل لوك لهذا الداتا ايتم، فده في المقابل لي هيقلل الديجري اوف كونكرنسي. يعني ايه الديجري اوف كونكرنسي؟ يعني هيقلل عدد الترانزاكشنز اللي ممكن تشتغل معاك في نفس الوقت. شايف هنا الراجل بيقول لك ايه، داتا ايتم جرانيولاريتي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها دي significantly بشكل واضح affects concurrency control performance، وكمان بتخلي degree of concurrency is low. يعني ليه؟ ليه الكلام ده؟ تخيلي حضرتك مثلا الترانزاكشن اللي اسمها تي واحد، عاوزة تقرأ او تعمل لوك لفايل كامل، تيبل كامل. اصبح دلوقتي لو عندي ترانزاكشن اسمها تي 2 تي 3 وتي 20 حتى، عاوزين يتعاملوا على هذا الفايل مش هيقدروا، لازم ينتظروا لحد ما تي 1 تخلص، لان تي 1 عامله لوك على الفايل كامل. فكل ما الداتا ايتم حجمه يزيد، وكل ما حضرتك بتعمل لوك على داتا ايتم حجمه اكبر، في المقابل بتقلل الكونكرنسي بتاعنا، يعني بتقلل عدد الترانزاكشنز اللي ممكن يشتغلوا مع بعض في نفس الوقت. طيب لو انا ما قفلتش فايل كامل، قلت والله لا انا عاوز بس اشتغل على ريكورد معين، فطبعا هنا العملية احسن شوية، يبقى باقي الترانزاكشنز متاح ليها كل الريكوردز الباقية تقدر تشتغل عليها، والريكورد الوحيد اللي معاك ده خلاص يا سيدي انت اشتغل عليه. فهنا طبعا انا زودت عدد الترانزاكشنز اللي ممكن يشتغلوا معايا في نفس الوقت، فبمعنى اخر يعني انا زودت الكونكرنت اكسكيوشن بتاع الترانزاكشن، وطبعا دي حاجه مرغوب فيها. فادي اللي نقصده، ان في علاقه بين الداتا ايتم جرانيولاريتي والديجري اوف كونكرنسي. الكلام ده واضح ولا في مشكله يا جماعه؟ ها واضح، حلو قوي.
اما بيجي يعمل جرانيولاريتي بيقول ان هي ممكن تكون اسمها فاين جرانيولاريتي، وكلمة فاين معناها ان هي دقيق او رقيقة، يعني بيقطع الداتا ايتمز لسايزز صغيرة زي مثلا الفيلد كده، او ممكن تكون كورس جرانيولاريتي. عارفة يعني ايه كورس؟ كورس يعني السايزز بتاع الداتا ايتمز كبيرة. فعشان بس لو جبت شفت الكلمتين دول ما تبقيش حاسة ان العملية صعب، فالجرانيولاريتي اوف الداتا ايتم ممكن تكون فاين، فاين جرانيولاريتي يعني السايز بتاعه قليل او صغير، او ممكن تكون كورس معناها ان هو الداتا ايتم الحجم بتاعه كبير. ادي الموضوع. طيب فالرسمة اللي قدامك دي بتوضح لك اللي انا كنت بحكيه. اول ليفل اهو عندي او ممكن يكون الداتا ايتم هو عبارة عن الداتا بيس كاملة زي ما احنا شايفين كده. وخلي بالكم من حاجة، لو انا جيت عملت لوك للداتا بيس فانا عملت لوك للداتا بيس طبعا بكل اللي تحتيها. ممكن تكون الداتا ايتم هو فايل معين، فبرضو انا لو عملت لوك للفايل ده فبعمل لوك لهذا الفايل وكل الايتمز اللي تحتيه. عملت لوك لمثلا ريكورد معين او بارتيشن معين في هذا الفايل، يبقى انا عملت لوك لهذا البارتيشن وكل اللي تحتيه. عملت لوك للريكورد وهكذا. فانتوا خلي بالكم ما بتيجي تعملي لوك على مستوى، فانت بتعملي لوك ليه وللي تحتيه كمان معاك. فهنا الرسمه دي زي ما انتوا شايفين كده بتوضح ايه الهيراركي اوف الجرانيولاريتي من كورس. كورس يعني قلنا بقى اللي هي الداتا بيز او الداتا ايتمز اللي السايز بتاعها كبير، تو الفاين، وقلنا الفاين اللي هو معناها ايه السايز بتاعه قليل، الداتا ايتم السايز بتاعه قليل، زي هنا على سبيل المثال الريكورد. الريكورد بالنسبه له فاين جرانيولاريتي لانه السايز بتاعه قليل طبعا مقارنه بالداتا بيز الكبير.